امبارح انطلقت اولى رحلات قطار المشاعر المقدسه لموسم الحج اللي بيتم خلالها نقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسه بين محطاته التسعه في منى وعرفات والمزدلفه. وطبعا قطار المشاعر المقدسه واحد من ابرز المشروعات اللي نفذتها المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات الاخيره لخدمه حجاج بيت الله الحرام، وبيعتبر من القطارات الصديقة للبيئة. دي حاجة مهمة جدا في الظروف اللي احنا فيها، علشان هو بيشتغل بالطاقة الكهربائية، وده طبعا بيخلي انبعاثات الكربونية ضئيلة جدا، وبيساهم في الحفاظ على البيئة في منطقة المشاعر المقدسة والحفاظ على الصحة العامة للحجاج في بيت الله الحرام. زميلتنا الجميلة جدا رضوى حسن موجودة هناك وصورت لنا تقرير عن القطار، خلينا نروح ونتفرج ونشوف القطار عامل ازاي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك. مشاهدينا مشاهدي شاشه قناه دي ام سي وبرنامج السفيره عزيزه، برحب بحضراتكم في رساله جديده من رسائلنا لحضراتكم من المشاعر المقدسه لتغطيه فعاليات موسم الحج هذا العام. النهارده مع حضراتكم موجودين في قطار المشاعر، قطار المشاعر المقدسه اللي وظيفته بتكون نقل حجاج بيت الله الحرام من والى المشاعر المقدسه المختلفه، من عرفات الى مزدلفه ثم الى منى. القطار الذي يعمل على مدار 6 أيام في السنة، القطر ده بيشتغل فقط 6 أيام في السنة وهي الأيام الخاصة بموسم الحج. حضراتكم متابعين معانا وإحنا بنستقل القطار. الحقيقة أنه القطار بدأ تشغيله سنة 2010 وهو الآن بيعمل بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، يستوعب 3000 راكب في الرحلة الواحدة، وبيصل من منى إلى عرفات في خلال 20 دقيقة. غدا بإذن الله هو يوم عرفات، واليوم يتم تفويج الحجاج من منى إلى عرفات، ثم غدا يتم تفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، وعند فجر يوم العيد يتم نقلهم مرة أخرى من مزدلفة إلى مخيماتهم في منى. هذا القطار كما تتابعون حضراتكم قطار مميز جدا، يعني الخدمة المقدمة فيه بجودة عالية، هدفه هو خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج. القطار يعمل 6 أيام فقط، باقي العام يتم صيانة القطار، يتم تطوير الخدمات الموجودة به، يتم تطوير المحطات المختلفة الخاصة به. القطار بيتكون من عدد من المحطات، هي منى 1 و2 و3، عرفات 1 و2 و3، ومزدلفة 1 و2 و3، ويتم تفويج طبعا حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دي كانت رسالتنا وجولتنا النهارده مع حضراتكم من قطار المشاعر الذي ينقل حجاج بيت الله الحرام من والى المشاعر المقدسة. بنواصل مع حضراتكم تغطيتنا لفعاليات موسم الحج هذا العام على شاشة قناة دي ام سي، فدايما تابعونا.